السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا، بارك الله فيكم. وفيكم بارك الله، تفضل. عندي سؤالين. السؤال الأول، يعني هل هناك فرق بين الأيام المعلومات والأيام المعدودات؟ أيوه. نعم، هناك فارق بينهما، فالأيام المعلومات هي العشر الأول من ذي الحجة، والأيام المعدودات هي أيام التشريق الثلاث، 11، 12، 13 من شهر ذي الحجة، والله أعلم. السؤال الثاني يا شيخنا، يعني هل يجوز أن أنوي سنة الراتبة مع سنة غير راتبة؟ يعني أنا مثلا تركت سنة العشاء، ويعني قبل الفجر بقليل أردت أن أصلي سنة العشاء وقيام الليل، لكن لم يسعفني الوقت فنويتهما، هل هذا جائز؟ لا، إما سنة العشاء وإما قيام الليل. يعني هل يجوز ان اقول اصلي ركعتين بنية اربع ركعات؟ لا يجوز طبعا. نعم، جزاكم الله خيرا. وإياكم يا حبيبي، مع السلامة. هل يجوز اخراج قيمة؟